هذا المشروع حيمكن الجزائر من استقبال البواخر العملاقة التي تزيد حمولتها على 82 طن، وهو مشروع يعني يندرج في إطار المشروع فوسفات المدمج، هو مرتبط بسكه الحديدية على طول 400 كيلومتر، حيمكن الجزائر من رفع رصيدها من التصدير ومن 3 ملايين طن سنويا من المواد الفوسفاتية إلى 7 ملايين طن سنويا. انطلق المشروع في 23 مارس المنفرد 2024، ونهاية المشروع هي مرتقبة في 23 مارس 2026.